يضر بالإسرائيليين أكثر مما ينفعهم، غير مسؤول عن الإخفاقات، لكنه مسؤول عن النجاحات فقط. حتى اجتياح غزة برياً غير قابل للتحقيق من وجهة نظر أمريكا. الانتقادات تنهال على نتنياهو مثل الطوفان. فرغم الفشل العسكري والسقوط الكبير الذي تعرضت له إسرائيل في عمليات 7 أكتوبر والأزمات الطاحنة التي تضرب تل أبيب من الداخل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بكل ذلك ويخرج بخطابات وتصريحات لا تعكس الواقع نهائياً. القاسي والداني يعلم أن نتنياهو يعاني داخلياً أزمات عدة، آخرها كانت مع قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية بعدما رفض تحمل مسؤولية الفشل في عمليات 7 أكتوبر وألصق اللوم والفشل بأجهزته، قائلاً عبر حسابه على إكس إنه لم يتلقى تحذيراً تحت أي ظرف من الظروف عن نوايا الهجوم الفلسطيني، ولكنه عاد بعد ذلك ليحذف تغريدته ويعتذر عنها. نتنياهو وهو يكتب تلك الكلمات لم يكن يعي الهجوم الهائل الذي سيتعرض له، بداية من بيني جانتس عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية الذي قال إن حديث نتنياهو يضر بقدرة الشعب وصموده وعليه التراجع عن تصريحاته. الهجوم ذاته شنه زعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر وأن محاولات التنصل من المسؤولية تضعف الجيش الإسرائيلي، وعلى نتنياهو الاعتذار عن حديثه. تصريحات نتنياهو لم تجعل الصحافة تعفيه من المسؤولية، فنشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالاً يقول إنه غير مسؤول عن الإخفاقات لكنه مسؤول عن النجاحات فقط، مؤكدة أنه ركز على التعديلات الدستورية وتجاهل جميع التحذيرات والمخاطر الأمنية لأنه لم يعرف حجم التهديدات ضد إسرائيل. نتنياهو لا يعاني أزمة سياسية فقط بل شعبية أيضاً، والسبب ملف الأسرى بكل تأكيد، فالسلطات الإسرائيلية لم تحقق أي نجاح يذكر في هذا الملف لتنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين مظاهرة أمام منزل نتنياهو ومقر وزارة جيش الاحتلال مطالبين بإعادة ذويهم قبل أي عملية برية، مؤكدين قبولهم بصفقة تبادل تقوم على مبدأ الجميع مقابل الجميع، محملين حكومته مسؤولية سلامة ذويهم. الأزمة العسكرية حاضرة وبقوة أيضاً على طاولة نتنياهو، فرغم تصريحاته بأن جيشه بدأ المرحلة الثانية في رحلتها نحو تدمير المقاومة الفلسطينية، تخرج تقارير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لتؤكد أن إسرائيل أوقفت خطط الاجتياح البري الواسع لقطاع غزة، كما أكدت الصحيفة أن الخطط الإسرائيلية في وجهة نظر أمريكا تفتقر إلى الأهداف العسكرية القابلة للتحقيق. وما زاد من تلك الأزمة المقطع الذي بثته المقاومة الفلسطينية الذي يظهر تدمير آليات عسكرية إسرائيلية، وهو ما يكشف عن سوء الوضع الإسرائيلي على أرض الواقع برأيك. وبعد كل هذه الأزمات إلى متى سيستمر نتنياهو في السلطة؟